أيها الأحباء، إنني سعيد جدا أن نتكلم مع بعضنا وآمل أن يكون هذا الموضوع سبب بركة لكل فرد. سليمان الحكيم جرب طرق عديدة للسعادة، يجربها الناس وإنما توصل إلى النتيجة بان كل هذه المساعي ان كانت غنى او علم او نساء او خمر كل شيء باطل وقبض الريح ويقدم لنا النصيحه الحيويه فيقول لنسمع ختام الامر كله اتق الله واحفظ وصياه لان هذا هو الانسان كله يقال بأن مودي الواعظ الشهير، كان يتمشّى ووجد شخصًا يضع علامة يضع إشارة على قارعة الطريق لافتة ومكتوب عليها الله محبة، فسأله مودي قائلا هل محبة الله تتغير حسب الرياح كما تهب الرياح هكذا تكون محبة الله أجاوبه كان جواب الشخص الذي كان يعلق اللافتة كلا يا سيدي إنما مهما هبت الرياح يبقى الله محبة نعم محبه الله لا محدوده وكل واحد منا يختبرها حتى في وقت الضيق وفي وقت المرض في كل حين وفي كل مناسبه نجد بان الله محبه عندما اخطا ابوانا الاولان اظهر الله محبته للبشر وقبل ان يخطئا كان يأتي ويتحدث معهم معلنا ومظهرا محبته وفي الانجيل هنالك ثلاثه امثله تظهر لنا عن المحبه عندما اعطى المسيح مثل الدرهم الضائع الخروف الضال او الابن الضال في كل مناسبه نجد بانه يقول في هذه الامثله هكذا يكون فرح عظيم في السماء بخاطئ واحد يتوب. اتذكر مليا منذ مده قصيره فقدت الجزدان. ضيعته وتعجبت وصرت اتساءل يا ترى وين حطيت هالجزدان؟ هذا ياء. صرت أفكر اخر مره استعملته كنا في دكان مكتظ بالسكان ناس كتيرة مزروقين ببعضنا قلت اه يمكن حد نشل الجزدان من جيبي وصرت فكر هل يا ترى وصرت اقول لا يمكن شعرت بشي على جيبتي لكن بعد مدي وجدته بطريقه عجيبه غريبه وصحت هاي وجدته فتعجبوا الجيران تعجبوا الموجودين في البيت شو ماذا جرى قلت لهم لقد وجدت الجزدان هكذا فرحة الله عندما يأتي إليه خاطئ ويتوب محبته لا نقدر أن نصفها فهو يحبكم ويحبني وعندما ذلك الشاب الغني الذي أتى ليسوع يطلب ماذا يعمل لينال الحياة الأبدية هذا الشاب عنده كل مقومات الحياة أولا شاب عنده عنفوان الشباب عنده عضلات قوي غني عنده مال ومعروف في البلد عنده مقام رفيع لكنه ما كان سعيد. في شيء كان ناقص. فاتى ليسوع المسيح يطلب منه ويساله ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ وكان جواب المسيح له احفظ الوصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشرع على قريبك شهر الزور. فالوصايا ضروريه جدا وحفظها ضروري لكن الح حفظ الوصايا بحد ذاته لا يؤمن لنا الحياة الأبدية لأننا لا نخلص بأعمالنا وبحفظنا الوصايا خلاصنا هو بإيماننا بالمسيح الذي قدم نفسه على الصليب لأن الكتاب يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة إنما الوصايا ضرورية لأن المسيح قال أيضا إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وسنقرأ آيات عديدة عن هذا الموضوع عن الوصايا وأهمية الوصايا، ففي سفر الأمثال الأصح السادس والعدد 23، في أمثال 6 23 أقرأ هذه الكلمات. يقول لنا: لأن الوصية لأن الوصية مصباح والشريعة نور. إذا الوصية كنور كمصباح إلنا كمان في آيات تانية أخرى بتتكلم في سفر المزامير مزمور 19 عدد سبعة لاحظوا شو بيعود مزمور 19 والعدد السابع هذه الكلمات نجدها ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً فاذا نجد اهميه الوصايا كامله بتصير الجاه الحكيم بتساعدنا حتى نعيش حياه ارتياح حياه راحه حياه محبه ثم ايضا في سفر المزامير يقول الكلمات كل وصايا امينه وصادقه ثابته مدى الدهر والابد فوصايا الله ضرورية وصايا الرب ثابتة إلى الأبد في بولس الرسول يذكر لنا في رسالته إلى رومية فيقول لنا هذه الكلمات في رومية الأصحاح السابع والعدد الثاني عشر يقول لنا هذه الكلمات رومية سبعة عشر أقرأ ما يلي إذا الناموس مقدس والوصيه مقدسه وعادله، اذا الناموس مقدس، الوصيه مقدسه وعادله، كم احرى بنا ان ننتبه الى وصايا الله وبعد برهه سنتابع ايها العزاء مع بعضنا في هذا الموضوع. اذ نتابع مع بعضنا عن هذا الموضوع عن وصايا الله العشر. أود أن أقرأ من إنجيل متى عندما كان المسيح هنا الفريسيون والكتبة والناموسيون كانوا يحاولون أن يوقعوه في أي تجربة ولاحظوا معي في إنجيل متى أصحاح 22 مبتدئا من عدد اربعه وثلاثين ماذا يقول الكتاب اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معا وساله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا يا معلم ايه وصيه هي العظمى في الناموس. فقال له يسوع: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصيه الاولى والعظمى. والثانيه مثله: تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. اجتمعوا حتى يقرروا شو بيسألوا وإذا شخص ناموسي أي محامي مثل ما بنقول محنك بيعرف شو يسأل حتى يجرب المسيح قال أي وصية هي العظمى في الناموس فأجاب يسوع وقال الوصية الأولى هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك والثاني مثله أن تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء يسوع اختصر المسيح هنا نجد اختصر الوصايا كلها بكلمتين لا بالأحرى بكلمة واحدة كلمة محبة محبة لله ومحبة للقريب محبة عمودية ومحبة أفقية وهذا الشيء اللي قاله المسيح ما كان شيء جديد هذا كان موجود في العهد القديم عندما موسى أخبر بني إسرائيل عن الوصايا الله العشر سأقرأ لكم في سفر التثنية أصاح السادس في تثنية الأصح السادس أقرأ هذه الكلمات في تثنية الأصح السادس من عدد أربعة يقول اسمع يا إسرائيل اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك نفس الكلمات اللي ذكرها يسوع ما كان في جديد عليهم ما إنه المسيح غير وبدل و وأزال الوصايا وغيرهم بكلمة محبة، لا بل اختصرهم بكلمة محبة. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك. واكتبها على قوائب أبواب بيتك وعلى أبوابك إذا كانت كلمات صريحة وواضحة ماذا كان عليهم أن يفعلوا أن يحبوا الله من كل قلوبهم أن يكون الله الكل وفي الكل في حياتهم وسنأخذ موضوع بكامله لا بل موضوعين عن الوصايا في المستقبل القريب عن المحبة لله والمحبة للقريب وماذا تعني هذه المحبة؟ لأن السير عنده أوانين السرعة الضوء وغيره لكن انا بحب البلد ما بسأل عن العوانين بتعرفوا مين اللي بيسأل عن العوانين؟ اللي بياكل زبط اللي بياكلوا مخالفه بيقول اه ليش حطوا هالضوء ها؟ اه ليش حطوا هالسرعه ها؟ اه لا ما بقدر بوقفها ونفس الشيء الانسان يلي بيقول اه الوصايا مش ضروريه لانه بيريد يعمل مثل ما بيريد لكن الله بيعني شو اللي بيقوله لهذا السبب يسوع اختصر ولخص الوصايا كلها بكلمتين محبه لله ومحبه للقريب ف هنا نجد هذه الكلمات في سفر الروم يقول حيث ليس ناموس ليس وصية لأنه إذا الضوء كان موجود ما بيقدر البوليس قال كيف مشيت على الضوء ما في إذا عندما يكون في أنون ساعة الإنسان إذا كسر بيكون كسر أنون فهنا الآية بتقول حيث ليس ناموس ليس تعدي ما بكون ما في شيء تعديت عليه البيت البيت كمان له قوانين لكن عندما الزوج والزوجة بيحبوا بعضهم القوانين ما بتبين لأنه في المحبة تستر الكثير من العيوب بقول الكتاب المقدس فالمحبة ما بتفرجي ولا بتظهر بتف... القوانين لكن عندما بتخف المحبة عندما بتضعف المحبة بين الرجل وزوجته ساعتها آنذاك الأوانين تظهر مين لازم يطبخ مين لازم يكنس البيت مين لازم يغسل الصحون مين لازم يغسل الثياب بصيروا يكتبوا كأوانين وأنظمة مين يعمل ماذا وماذا إنما الأوانين موجوده وعندما تكون محبة بتكون مختفية نفس الشيء الوصايا الله العشر موجودة وعندما بحبه أيها الأعزاء ساعة بكون عم بحفظهم تلقائياً من عندي بكون عم بحفظهم لهذا السبب يا سؤال الأولى الوصية الأولى هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قوتك والثاني مثلها أن تحب قريبك كنفسك سَنُتابعَ أيها الأعزاء في هذا الموضوع بينما نأخذ برهة من الوعد ونتابع في موضوعنا <applause> نتابع أيها الأحباء في موضوعنا عن وصايا الله العشر الذين اختصرهم يسوع بكلمه محبه والايه التي قراناها مع بعضنا واود ان اقراها مره ثانيه بانه حيث ليس ناموس ليس تعد هل تعلمون بان الوصايا كانت من البدء عندما خلق الله ابوين الاولين كانت الوصايا هنالك الكتاب يشهد لنا ويقول عن ابونا ابراهيم بانه حفظ وصياي وشرائعه هلا عندي بايدي هاتش شغلة هيدي مثل الطابه وهلا بدي احطها هيك وجرب اوب سقطت شو القانون هذا بسموه؟ قانون شو؟ قانون الجاذبيه مين اخترعه؟ اسحاق نيوتن بريد اسال سؤال هل ما كان في جاذبيه على الارض الا وقت اللي اخترع اسحاق نيوتن هذا القانون ام الجاذبيه من البدء؟ طبعا الجواب الجاذبيه كانت من البدء شيء من فوق بيسقط واخترع واكتشف مش ما اخترعوا اكتشفوا ما اخترع اساء نيوتن اكتشف هالقانون نفس الشيء عن الوصايا العشر لاحظوا معي هالكلمات الموجوده في رومي اصحاح خمسه عدد 13 رومي الاصحاح الخامس والعدد عشر يقول فانه حتى الناموس كانت الخطيه في العالم انه حتى اعطاء الناموس عندما الله اعطى الناموس ناموس الوصايا العشر اعطاه الى موسى على جبل سيناء كانت الخطيه في العالم لكن الكتاب بيقول وقت ما بيكون في ناموس ما بيكون في في وصيه ما بيكون في خطيه اذا الوصايا كانت قبل اعطائها الى موسى كانت منذ الخليقه سنجد ايضا اشياء اخرى وايات اللي تبرهن وترينا هذه الحقيقه. كلنا بنعرف عن اول ولدين لادم كانوا ايين وهابيل. وايين قتل خيه هابيل. هل اعتبرت هذه خطيه؟ طبعا لا تقتل. إذا الوصية لا تقتل كانت موجودة وإلا ما كان حسب له خطية شيء آخر عن يوسف يوسف الصديق يلي منعرفه اللي بيعوا أخته لمصر وعندما حاولت امرأة فوطيفار أن تجربه شو قال قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله إذا كان في وصية بتقول لا تزني ويوسف عاش على الأقل أربعمائة أو خمسمائة سنة قبل ما الله يعطي الوصايا إلى موسى إذا الوصايا كانت من البدء لكن أود أن أشدد حفظ الوصايا لا تخلص أي إنسان النعمة دخلت للجنس البشري فورا بعد ان اخطا ابوانا الاولان حتى خطه الفداء كانت من البدء قبل ان يخلق ادم كان مشوره السلام بينهما فيما عندما يخطئ ادم ايها العزاء الله يسوع المسيح مستعد ان ياتي لكي يفني البشرية إذا الخطة كانت موضوعة منذ الأزل وهنالك آيات عديدة تخبرنا عن ذلك وأعلنت هذه الخطة لمن؟ لأبوينا الأولين بعد أن أخطأ في الجنة ونفذت هذه الخطة بعد مرور حوالي أربعة آلاف سنة عندما المسيح قدم نفسه على الصليب، فخطة الفداء كانت منذ الازل، وأعلنت في الجنة لأبوين الاولين، ونفذت على الصليب عندما قدم المسيح نفسه من اجلكم ومن اجله، فإذا الوصايا لا تخلص اي انسان، الكتاب المقدس يخبرنا بأن الوصايا ما هي الا كمرآة المرآة هل هي بتغسل لي وجهي وبتزبط لي بدلتي بتمشط لي شعري أم تريني حالتي المراية بطلة أشوف شو لازم أعمل هكذا الوصايا عندما بكسرها بكون عم بتعدى بتقودني إلى من يفديني ويخلصني بتقودني إلى المسيح لسبب المسيح قال إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايا. هلا هل وصايا في ايتين بعد بدي اقراهم اذا كانت عندنا الوقت في رومي ثلاثة 13 اقرا هذه الكلمات رومي الاصحاح الثالث عشر يقول لنا هذه الكلمات من عدد ثمانيه لا تكونوا مديونين لاحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس لأن لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي وإن كانت وصيه أخرى هي مجموعة مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك، المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. نفس الكلمات التي ذكرها لنا المسيح، فإذا الوصايا الأعزاء ما بتخلص حدا، لكن الوصايا عندما بحب قريبي كنفسي بكون عم بحفظ هالوصايا وسنتكلم موضوع بكامله عنها. املي ورجائي ان يباركنا الرب وننغمس في محبتنا له كما هو احبنا نبادله الحب ونسلم حياه له وهو الذي قال ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصياي